عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ الصحيحه بخير الحمد لله. ايوا قبلوا على خاتكم المراكشيه اليوم ان شاء الله غنصايب معكم شويه الملوي. بسم الله على بركه الله. عندي هنا زلافه ونص ديال الفرص، عندي هنا زلافه ديال الفينو، عندي الملحه راه كتبقى على حسب الذوق، عندي شويه ديال الخميره هي هذه، عندي الخميره المعجونه، عندي عشق ديال السميده. هاد العشق ديال السميده غير على قبل، غير على زعما على حسب باش يجي محمر. بسم الله بسم الله. انا كنفضل بحال يكون عجن بيدي، راكم عارفين العجين انا مركبتي شفتها وضعي ذكرى، المهم تيعجبني انا عجن بيدي، وخا كاينة الماكينة ولكن كيفاش كنستعملها. حنا الحمد لله عندنا صحتنا العجن بيدي، وهاد الملوي هذا اللي غادا نصايب معكم ان شاء الله على كتب الله، غير شي حاجة بسيطة وفي نفس الوقت تيجي زوين، إلا سخرو تيجي زوين، بالنسبة ل تيجي مورق وكيجي محمر زوين. المهم تابعوني غتشوفو كلشي إن شاء الله بيد الله. بسم الله على بركة الله. وشحال هادي بيني وبينكم، شحال هادي مدرت الملون، مزال مسمن ماشي بزاف باش درتها. أنا كندير ليه القياس ديال بحال هكا، من بعد كنبدا نزف فيه، حيت إلا بديتي كتعجن شوية بشوية، يعني تتعجن تدير ديك الما شوية بشوية حتى كتقصح العجينة، مكديرش تجي شوية صعيبة في الدير. دابا العجينة قليلة، هداك الشيء باش تنعجن عاد ديك وحدة، ولكن متنساوش تجي مبلوكة باش ميجيش الفيديو طويل، ندوك لها متوقعة إن شاء الله باش نرجعو. انا خوتي العجينه ديالي راني كتفتها مزيان، نحولها لهاد البواطه هادي باش تزيد لك على راسها، ونخليها نغسل الرفعه لا كل ما خفيتهاش ولا غسلها لي وصافي. المهم باش نديكم معايا ديرو كيف تعمل المنسو، نديكم معايا تمنسو في الصح. ندير الصابون في الماكينه، نطلع من الشعر ملي غتطلق العجينه مزيان وترتاح، هي هاديك بما هبط نبداها. ما انا محابط انتي متنطوطرو ليا لاستيكا وما راه كيكون اخرى. بسم الله راني ديجا درت الصابون وحيدتو وحيدت التبهل، يعني عندي الشفة ديال الصابون عامرة، ناخذ الصوارت باش نعرفتي لما صغرت، هاد الخطرة يوم السطح وسخفت، يا بسم الله، جي 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 جي. شوف شوف شوف، عندنا واحد البلاصه السطح دايرين فيها الدراري الكلاب، كاين واحد الكليبات صغيورين يمكن وقيلا دخلوا البنيقة ديالهم. عجبني نمشي نطلع على دوك الصغيورين.
عرفوني فين ساكنة اللي بغا يجي عندي مرتي وانا مش بديت شاد الحوار بدا النخلة راسي بلاصة المفضلة اللي كتعجبني نخلي فيها هي هاد الحبس اللي حبسي راه عرفتي غيجي طويل. هانتوما خواتي وخواتاتي كنهضر مع الناس كاملين الحمد لله. هانتوما هي العجينة بعدا يعني ديال الزيت هي نخليها في حلقة في الفواصل كتزيد تلعب أنا كتزيد تدلب. هنا درت شوية الفينو ودرت الخمارة الخميرة ديال الحلوة. هنا دوبت الزبدة وهنا من طبيعة الحال الزيت باش نكرس. وهاد الخمارة هادي غنخلطها في حلقة الفينو هي غنحتاجها ثلاثة تن انا نملوي راه ندير شويه كبير. شتو هاد العجينه ديما بحال هكا اللي بغات العجينه تجيكم ندلوك هكا خاص تخليوها بحال هكا يا اما في الميكرويف يا اما في شي بواطه باش تزيد الدلال. حبسي حبسي معايا. ها انتما كبيداتي ها هو الملو ديالنا كنقرص فيه شتو راه خليتو تا ترحى على خاطر باش ما يعذبكمش في التكراس زعما نتوما تخليهم يترحى على خاطر ما ياخدش منكم الوقت بزاف. ما ديرش عليا راني عييت راه كراس قاعدك 8 المويات لي عندي ماشي هما لي عياوني عيطنيش كنرش الدقيق داك الدقيق وهذا والخمارة كانت متنية بحال هكا كنزيد الزبدة وندير الدقيق ونعاود نبني بحال هكا كنطوي ولا معرفتش كنطوي خليها ترتاح بعد ما كترتاح كنقرصها في الماء لما تكملها كنرو ليها فحال هكا يا هما هادو هو هذا الملوي ديالي حتى كيسترحو كنديرو فحال هكا
الطعم بلاتي يستارها يعني بلاتي يترخوا شوية حيت راهو ما عارف الملوين شوية صعب. هذه هي صعبتها دابا صافي ندير لهم حلقة نخليهم واحد شوية ونرجع نكرسهم ندير ما ساليت كلشي. انتوما قبيلاتي راني طيبت كلشي كرست كلشي وطيبته بقات لي غير هادي نكمل ونتلاقاو على المسمن ديالنا ناكلو ان شاء الله نديرو به الكاسكروت ناخذ كوكيت وحده ندير لكم كاسكروت ديال الملوي والمسمن وباش ما تشهيتو نحفظكم لي ربي يحفظ لكم مواتكم يطيب لكم المسمن لا 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 حفظ لينا مواتنا بلا مسمن والله تحيات لكاع المميمات المميمات العزاز بلا المميمات راه بلا مواتنا راه ما كاين والو. ها انتما كبيدات هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالنا هو هذا شوفوا شوفوا تبارك الله كل جا فحال هكا مورق ومحلول شوف شوف يلا خليكم على خير باي باي عليكم وتهلاو في اختكم بليجيم بكومونتيرات ديروا لي اشتراك ديروا لي اشتراك الله يجعل ربي يسهل عليكم والله يحفظكم ليا نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله يلا باي باي عليكم احبابي.